السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الرز بالدجاج او الكبسه بالدجاج اللي كتجي بنينه بزاف مع السر، باش الرز ديالكم يجي معزول حبه حبه في نفس الوقت مقلك. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، الراي ديالكم في الوصفات اللي كنحضر لكم، كذلك الاقتراحات ديالكم. وشكرا لكم بزاف للي خطيكم. نخليكم تشوفوا الفيديو فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ندير هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. من بعد ضفت واحد بصله كبيره مشلضه مع ديك الزيت ونخليها تشحر. اول حاجه واللي ضروري ديروها هو انكم كتبقاو تقلبوا البصله حتى كتحمر، حتى كتزقرم، فهمتي؟ ما تخليوهاش بحال هكا، غادي نخليها مازال تحمر. هنا البنات غادي ناخذ هنا شويه ديال القرنفل، غادي نديرو هكا ولا ديروه فشي كموسه، ممكن تلوحوه عادي. غير هو فاش كتبداو تاكلو كتجيكم اصح شي حاجات، اللهم ديروهم هكا فشي كموسه. درت شويه ديال القرنفل، غادي ندير شويه ديال الهيل، تقريبا واحد 10 حبات ديال الهيل. نغسلهم ونرجع معكم. صافي دابا انا غسلتهم، غادي نخليهم هكا على جنب. هنا البصله راه بدات كتحمر، شفتي كيفاش كتولي؟ كتعطينا عرفتي كتعطي واحد النكهه زوينه، ماشي بحال الا خليتوها هكا بيضه. دابا غادي نزيد عليها هكا واحد جوج طبيمات ديال بودره الثومه اولا دعم الثومه، حيت انا عندي كميه كثيره. غادي ندير كيلو تقريبا ديال الرز، نتوما الى عندكم كميه قليله ديروا غير وحيده. غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم. كيف قلت لكم انا مضاعفه المكونات، ممكن ديروا فقط نصف المكونات، يعني ديال نص كيلو ديال الرز. السر ديال هاد الكبسه هذه هو انكم كل مره فيما تضيفوا شي مكون تخليوه يتحلى مزيان، فهمتوا؟ كيخرج هذيك النكهه ديالو، كيولي المذاق ديال الكبسه بنين. دابا غادي نزيد هانتوما بعد ما خليت المركز الطماطم حتى هو يتقلى، غادي ندير عندي هنا واحد جوج مطيشات محكوكين اولا مطحونين حتى ما نخليهم يتحلاو. دابا غادي نزيد قطع ديال الدجاج، ممكن ديروا دجاجه كامله ممكن ديروا قطع، انا هنا عندي قطع صراحه ما جبتهمش من الفريكو بكري، دونك دابا راه طلعوا شي شويه. غادي نزيد عليهم ورقه ديال الغار، غادي نزيد الملح وغادي ندير بحساب الرز. خليو الدجاج يتحلى مزيان باش هو يشرب هذوك النكهات. بالنسبه للتوابل غادي نضيف واحد المعلقه كبيره تكون عامره ديال خرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال قزبر يابس مطحون، معلقه كبيره ديال سكنجبير، معلقة صغيرة ديال الأبزار، هو عندي واحد معلقة صغيرة ديال القرفة، إلا عندكم قرفة عواد من الأفضل، أنا ما عنديش. صافي دابا غادي نضيف الماء الكافي اللي هيبقى لينا فيه الدجاج. صافي دابا غادي نخلي الدجاج يطيب على راحتو، سيطيب ونحيدو ان شاء الله. غادي نزيد هذيك الكموسه اللي فيها قرنفل والهيل وغادي نغطي عليه ونخليه.
بالنسبه للروز هنا كيف قلت لكم عندي كيلو ديال الروز، انا اختاريت هذا الروز هذا اللي كيكون هكا الحبه ديالو طويله. ممكن ديروا الروز كلاصي، المهم غادي نغسلو مزيان. في الاول كيبان لكم الماء ديالو يعني ابيض، غتبقاو تغسلو فيه حتى كيبان لكم الماء ديالو شفاف، يعني ما يبقاش فيه داك البيوضيه. من بعد ما غادي نغسلو مزيان غادي ندير فيه الماء ونخليه مرطب. انا يلا درت الدجاج، الوايته اللي غادي يطيب لنا فيها الدجاج وهو مرطب في الماء. هنا قبل ما يطيب الدجاج غادي ندير هكا واحد الفلفله، قطعتها على 4، هادي غير باش تعطينا النكهه. هما البنات هنا نسيت ما درتش هذاك الحامض، هاد الحامضات هادو صافي. دابا الدجاج راه طاب، غادي نحيدو، غادي نحيد هادي الفلفله حارسته حتى هي، والدجاج راه غادي ندخلو الفران يتحمر، ندهنو بشي ديال الزبده وندخلو الفران. دابا غادي نضيف الروز من بعد ما صفيتو صافي. غادي نزيد كميه الماء حيت بان كميه الماء قليله، ونخلي الروز يطيب دغيا دغيا كيطيب، ما تخليوش مده طويله باش ما تعجنش ليكم. هانتوما البنات من بعد ما طاب الروز هانتوما ضاع فيه شويه الماء، طفيت عليه طيته ودرت ليه هكا زيف باش يشرب هذاك البخار الماء اللي بقى، وصافي كينشف تماما. انا سديت عليه مزيان، وهذا راه دهنته بالسمن ماشي بالزبده، غندخلو دابا للفران. صافي الروز ها هو، شوفوا البنات كيفاش كيجي، ما كيجيش معجن كيف كتشوفوا، وكيجي معزول حبه حبه، كيجي معدلك صراحه. دابا غادي نحطوه دابا الدجاج، حيت انا الدجاج كنحيد ليه الجلد هداكشي علاش متحمرش، غي نشف شويه ما بغيتش نخليه هكا كثير، فهمتوا؟ هداك الحامض اللي طيبت ها هو نحطو بحال هكا. بالنسبه للتزيين زينت بشويه ديال اللوز اللي سلقتو شويه حتى الماء غلى، وقشرته ودرته قليته في الزيت صافي. وهكا رشيت شويه ديال الربيع من الفوق وصافي، هذا هو الطبق ديالنا النهائي. وهنا غادي نسد معكم الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديوهات جداد وصفات جداد باذن الله. نخليكم في امان الله.